هسه راح نبدا ان شاء الله بانواع الكارتليج، انواع الغضاريف. زين، هايالين كارتليج اللي هو الزجاج قلنا او الشفاف. هايالين جاي منين؟ من يعني منين مشتق اسمها؟ هايلوز كلمه لاتينيه معناها جلاسي زجاجي. كارتليج the most common of three forms، يعني اكثر نوع شائع من كل الانواع الثلاثه. زين، شوفوا طلاب، انا اختصرت لكم هاي الصوره عن طريق اماكن تواجد الكارتليج وما كارتليج، اختصرتها بهذا اللي الرسم هذا اوضح لكم اياه. شوفوا، اولا الاليستيك كارتليج اللي هو شنو هو؟ الغضروف المطاطي. وين موجود؟ موجود بالاذن. شوف هسه كل واحد يلزم اذنه يشوف شلون مرنه، فهاي شنو؟ هذا هو الغضروف الشفاف. الغضروف الاليستيك المطاطي. الغضروف الشفاف اللي هو شنو؟ وين موجود؟ موجود بالقفص الصدري، شوفوا بالمفاصل الارتيكولر نفسه موجود. هاي شوفوها، شوفوا هاي مات الرجل. فهاي شنو طلاب؟ هذا هو الغضروف الهايالين. من واحد ياكل خصوصا هاي الفخذ مال الدجاجه من يقرط القرقطه اللي صار بنهايه العظم، هو هذا غضروف شفاف. زين، الغضروف اللي في وين موجود؟ موجود، شوفوا هاي المناطق الحمراء، شوفوا هسه هذا موجود بمنطقه الحوض وموجود بين فقرات الاقراص ما بين الفقرات. قلنا هو قوي بكولاجين النوع الاول، لذلك هو راح يتحمل الشد والضغط المسلط عليه. زين، هاي طبعا هاي السلايدات توضح لنا بان شوفوا هاي الالياف وهاي الاكسترا سيلير ماتريكس وهاي اللاكيونس، راح نشرحهن بالسلايد اللي بعده. شوفوا كوندروسايت اللي هي شنو؟ الخلايا الغضروفيه. سيلز اوكبي، سيلز اوكوباي يقصد بي الخلايا راح تشغل لنا ريليتيف ليتل اوف ذا هايالين، يعني بشكل نسبي القليل من كتلة الهايالين. زين، ات ذا بريفيرالي اوف ذا كارتليج يعني بمحيط الكارتليج بنهاية الكارتليج. يانج كوندروسايت الخلايا الغضروفية الشابة اللي استوها متولدة، اور بين قوسين او نفس الكوندروبلاست اللي هي الخلايا المولده للخلايا الغضروفيه. زين، هاف ان اليبتيك شيب راح تكون شكلها بيضوي with the long axis محور طويل parallel to the surface يكون راح يكون متوازي ويا السطح، متوازي ويا من؟ ويا السطح. هاي هسه شنو؟ الخلايا اللي قريبه من السطح البريفيرالي، يعني الخلايا المحيطيه اللي هي شنو؟ خلايا المولد نفسها راح تكون شكلها بيضوي وراح بيها بيها محاور طويله، يعني مثل التفرعات تمتد من خليه طويله، راح تكون البارلل يقصد به متوازيه ويا السطح. الديبر ان ذا كارتليج يعني باسفل، يعني خلينا نقول بندخل للعمق الكارتليج من الخارج للداخل، داخل الكارتليج، they are round and may appear in groups of up to 8 cell راح تكون خلايا مدوره وممكن تكون تجمعات توصل حتى اكثر من 8 خليه. That originate اللي هي نهايه من خلايا منين جتنا؟ originate from mitotic division من الانقسام الخيط البسيط of single chondrocyte and are called isogenous aggregate اللي هو يقصد بها الخليه وحده راح تنقسم عده انقسامات تنطيني توصل تقريبا اكثر من 8 خلايا. شنو هاي نسميه هذه الخليه نطتنا اكثر من 8 خلايا؟ نسميها isogenous aggregate. زين، as the chondrocyte become more active in secreting collagen and other extracellular matrix component من يصير الخليه بها فعاليه زايده راح تفرز لنا الكولاجين وتفرز لنا الماده البينيه. هذه المفرزتين they aggregate، الaggregate cell are pushed apart and awkward separated لكنا الخليه نشطه. هسه زين، الخليه نشطه راح تفرز الماده البينيه، تفرز لنا الالياف الكولاجين، وبالتالي هاي فرزت هذه الماده دار ما دايرها شوف راح تحصرها. فمن راح تحصرها الخليه ايش راح تسوي؟ راح تحيط نفسها بحافظه. هاي الحافظه شنو؟ نسميها لاكونه، الحافظه. زين، الحافظه الغضروفيه، واضح؟
يعني هسه شوفوا هذه، هسه هاي واضحه هنا السمحاق الغضروفي، الخلايا هنا راح تكون شوفوها، شوفوها متطاوله، خلايا متطاوله طويله بها فروع، هاي فروع متوازيه ويا من متوازيه ويا السطح خوش. بعدين من ننزل الاسفل نشوف هذه الخلايا قامت تنتج هاي الماده البينيه، راحت من تنتج الماده البينيه، هاي الماده البينيه راح تشوف تموت الخليه، يعني هي ماده، هي ماده بها الياف الكولاجين، فالخليه ايش راح تسوي؟ تلجا الى تحيط نفسها بحافظه، شوفوا هذه، هاي الحافظه وهاي الخليه، هاي الحافظه وهاي الخليه، بعديها شوف هاي الحافظه وهاي الخليه. نشوف طلاب بس هنا ما واضح كلش، بس قبل شوي ذكرنا مصطلح الايزوجينوس، الخلايا الايزوجينوس اجريجيت، تجمع الخلايا من نسل واحد، هنا تصير هنا للاسفل راح هاي الخليه تتضاعف، تتضاعف توصل تقريبا 8 خلايا، تصير داخل حافظه واحده فسميناها ايزوجينوس اجريجيت. شوف قلنا هاي اللاكونة وهاي الخليه وهذا السمحاق. هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للغضروف الهاي اللي شفاف. بالنسبه للاليستيك كارتليج، الغضروف المطاطي، اليستيك كارتليج از اسينشال سيميلر تو هايالين كارتليج، هو بشكل اساسي مشابه المن للغضروف الهايالين، لكن يختلف عن طيب شنو؟ except that it contain an abundant network of elastic fibers، راح يحتوينا على كميات كبيرة من الغضروف الشفاف، عفوا الألياف المطاطية، بالإضافة إلى النوع الثاني اللي موجود بالهايالين. واضح؟ يعني هسه أكثر شيء موجود عندنا اللي بالغضروف المطاطي هي الألياف المطاطية، ليش؟ لأن هي أنطت اسمه لها الألياف المطاطية، بالتالي هي أنطت الاسم له. Elastic cartilage have the pericondrium، الغضروف المطاطي يحتوينا على السمحاق الغضروفي، similar to that most hyaline cartilage، اللي هو مشابه لمن اللي موجود بالhyaline cartilage. شوفوا طلاب، هذه pericondrium، هذا النسيج الكونكتيف تيشو قلنا المسؤول عن تغذية الغضروف. نشوف هاي الخلايا الكوندروسايت، هاي خلايا الكوندروسايت هو نفس اللي ما ذكرناها قبل شوية، عندنا هذه الحافظة هي اللاكونة، شوف هاي الألياف، شوف ايش قد بها غزارة، هاي الألياف اللي هي سميناها الألياف المطاطية اليستيك فايبر. واضح؟ نكمل. الفايبرو كارتليج آخر نوع، فايبرو كارتليج تيك فاريوس فورم، تاخذ أشكال متنوعة، but is essentially a combination of hyaline cartilage and dense connective tissue، هاي مهمة جدا. يعني شنو؟ يعني هو بيه خصائص جايتنا من الهايلين كارتليج، بيه النوع الثاني من الكولاجين، وبيه الخلايا، بيه الخلايا الكوندروسايت، خلايا الغضروفيه، وبيه خصائص الدينس كونكتيف تيشيو، بيه الياف الكونكتيف تيشيو نفسها، وذ جراجويشن ترانزيشن، يعني تحول تدريجي بتوين ذيس تيشيو، بين هذه الانسجه. ات از فاوند، وين موجود؟ موجود ان انترفيرتبريت ديسك، موجود بالاقراص ما بين الفقرات، ان اتاتشمنت اوف سيرتيان ليجمنت، بالمنطقه الاتصال بعض الاربطه، اند ان ذا بوبليك سيمفيسز، يقصد بها نفسها اللي ذكرناها قبل شويه، اللي ذكرناها بالحوض، هاي المنطقه الحمراء اللي شرحناها بالحوض، هذه واضح؟ زين بوبليك سيمفيسز. نشوف طلاب، شوفوا الترتيب، شوفوا اذا نرجع اذا نجيب سلايد هسه ونقارن بين الدينس كونكتيف تيشو وبين الفايبرو كارتليج، تقريبا صعب نميز بيناتهم، لان شوف هو نفس الخلايا، هناك كانت عندنا خلايا فايبرو بلاست، هنا شلون صار عندنا؟ صار عندنا الكوندروسايت، تقريبا الالياف مالته متوزعه نفس التوزيع. زين هاي مهمه، ذير از نو ديستانكت سراوندينج بيريكوندريوم ان ذا فايبرو كارتليج، ما راح يكون، ما عندنا ما راح يكون عندنا سمحاق غضروفي مميز وين موجود بالفايبرو كارتليج. زين شلون راح يتغذى اذا ما بي سمحاق غضروفي؟ شلون راح يتغذى؟ بس احنا قبل شويه قلنا الارتيكولار كارتليج، الغضروف اللي موجود بالمفاصل، هم ما بي سمحاق غضروفي، شلون يتغذى؟ قلنا راح يصير عن طريق التنافذ اللي راح بالسائل المفصل اللي موجود. زين اذا هنا راح يبقى عليكم سؤال،
هسه انا اجاوبكم اياها هسه بس ما عندي مشكله اقدر اجاوبكم اياها، لكن يبقى عليكم سؤال زين. شوفوا اعطيكم بدايات يعني فد بدايه للجواب مالته، اساسيات للجواب مالته، مفتاح للحل. شوفوا هو الغضروف الليفي موجود دائما وحده لو اكو شيء مرافق اليه يغذيه؟ انتم بعد شوفوا الجواب لكم نشاط ان شاء الله. Intervertebral disc الأقراص ما بين فقرات of the spinal column بالعمود الفقري are composed primarily of fibrocartilage، قلنا هي مؤلفة بشكل أساسي من الغضروف الليفي، and act as lubricated cojins، راح يقصد كمادة مزيتة تمتص الصدمات، and shock absorber ويمص لنا الصدمات، preventing adjusting vertebrae from being damaged by the abrasive force or impacts. يقصد بي راح يمنع عنا الفقرة المجاورة، الفقرة مو احنا العمود الفقري يعني فقرة فوق فقرة، فهذا القرص راح يمنع عنا فقرة تأذي الفقرة اللي تحتها، زين؟ فقرة تأذي فقرة. سمعانين طلاب شيء بشيء يذكر هي معلومة لكم وتفيدكم، سمعانين بعرق النساء بالانزلاق الغضروفي بهاي الشغلات شنو اللي جاي يصير؟ طبعا الصوره ما مخلي لكم اساسيه بس راح اشرح لكم اذا بلكي اقدر على هذا. اي شوفوا طلاب، هذا عندنا العمود الفقري، ايش عندنا هنا؟ دماغ، وهنا عندنا حبل الشوكي. نعرف بان الجهاز العصبي هو يسيطر على الجسم كله، هنا صح ومركز سيطره، لكن من ينقل الاوامر؟ ينقل الاوامر الاعصاب بين كل فقره وفقره، يعني هنا بهاي بين من هاي منطقة الأقراص راح يطلع عندنا عصب، مثلا عصب يطلع منه يوصل للأصبع، عصب يطلع منه هسه إذا عندكم صورة من النت ابحثوا عليها وشوفوها، راح اكو أعصاب عبارة عن شبكة مال كهرباء. خوش، هذا العصب ممتد بين قلنا فقرة وفقرة، بين كل فقرة ايش تحتوي لنا؟ على سبن، هاي شوكات، هاي سبن، هاي سبن، زين؟ هاي الأشواك، كل فقرة مشوكة، واللي ياكلون لحم يعرفون هي شنو اقصد، زين. فأي انزلاق للغضروف، اي تمزق للغضروف ايش راح يخلي؟ راح يخلي هاي الفقره، كمثال صار عندنا تمزق بهذا الغضروف، راح يخلي هاي الفقره تضغط على الفقره اللي تحتها، ما صار عندنا مشكله، ما راح تكسر الفقره اللي جواها، بس المشكله وين راح تصير؟ راح هذا السبن، هذا هاي الزائده العظميه اللي منها هاي الموجوده، راح تمس، مجرد مس المن للعصب اللي هو متوجه للرجل، متوجه للظهر راجع، عموما راح تخلي الالم ما يعني ما يسيطر عليه ولا يتحمل، ولا احد يقدر يتحمله، زين، بس مجرد مسه العصب واحد، وراحت هاي المشكله ترافقه طول عمره. انت ما توقع هالسمعان بانه علاج للغضروف، للانزلاق الغضروفي، مجرد علاج فيزيائي ينطوه، بس هي مشكلة راح ترافق طول عمره. هسه بالحديث جاء اسمع بانه اكو بالهند جاي يبدلون القرص وما اعرف شنو، عموما انا ما اعرف هالتفاصيل، بس هسه على الموجود هسه عندنا اللي بي عنده مشكلة انزلاق غضروفي او عنده تهشم بالغضروف، كل هذا يؤدي الى مشاكل مرتبطة بعمره كله، زين، ما راح تنتهي، وعلى الاغلب هي علاج الوحيد هو الراحة، بس شخص يرتاح ما يخلي الضغط يصير. زين نكمل. Cartilage formation, growth and repair. طلاب هاي ما اريدكم تخوضون تفاصيلها جدا، بس اريدكم بشكل بسيط هسه اقول لكم شنو راح تحفظوا اللي لكم اريده من عندكم. شلون راح يشكل الغضروف وشلون راح ينمو وشلون راح يصير به هيلينج، شفاء. All cartilage forms from، كل الغضروف يتشكل لنا منين؟ From embryonic mesenchyme in the process of chondrogenesis. نعرف كل مصطلح جينيسيس يعني تولد، كوندروجينيسيس هي عملية توليد الغضروف، خاف تعريف يجيكم واسم بسيطة، كوندرو غضروف، جينيسيس توليد، فيقصد بس يقول لي هي عملية توليد الغضروف منين؟ from embryonic mesenchyme، من خلايا الميزنكايمية يسموها. Once initially formed، حالة ما يتكون، شو يقصد بيه يتكون الغضروف؟ the cartilage tissue enlarge، النسيج الغضروفي راح يتوسع يكبر. Both، شوفوا هاي مهمة، عندنا عمليتين يتوسع بها الغضروف، بس حفظوها شنو هن؟ Interstitial growth، النمو البيني يسموه، resulting from mitotic division of pre-existing chondroblast
جاينا من شنو؟ جاينا من نمو الخلايا الغضروفية المولدة، يعني خلايا الغضروفية المولدة نفسها تفرز لنا مادة والغضروف يتوسع، ونفس هذه الخلايا تعاني من انقسام اعتيادي ميتوتيك ديفيجن فبالتالي يتوسع. هذا شنو؟ هذا اللي هو انترستيشيال جروث. بينما الابوزيشنال جروث which involve differentiation of new chondroplasts from the perichondrium راح يتضمن لنا عمليه توليد خلايا جديده من الاسمحاق الغضروفي. شوفوا مو شرح الاسمحاق الغضروفي، هذا الاسمحاق الغضروفي بخلايا مولده اللي هي مثل ميزنكايم، هذا راح يولد لنا شنو؟ نيو كوندروبلاست، خلايا جديده. يعني شلون نعتبرها كمثال ستيم سيل، خلايا جذعيه موجوده بالاسمحاق الغضروفي، هاي الخلايا الجذعيه تنطيني خلايا جديده فسميناه ابوزيشنال يعني الاضافي يعني التعويضي. زين هسه عندنا نوعين من النمو، نوع اللي هو الانترستيشيال جروث ونوع الابوزيشنال جروث. الانترستيشيال جروث نفس الخلايا تضعف، يعني نفس الخليه الكوندروبلاست تضعف، والابوزيشنال جروث لا، راحت خلايا جديده تتولد منين؟ من البيريكوندريوم. نشوف هذا الطلاب هذا السلايد، هذه شنو؟ هذه خلايا الميزنكايم اللي هي قلنا عليها تقريبا نسميها السيم سيل، يعني تقريبا خلايا جذعيه هي هاي، راحت تضعف. شو تنطيني؟ تضعف وتتخصص تنطيني الكوندروبلاست. شوفوا كوندروبلاست بالبدايه، شوفوا هاي صار عندنا مايتوتيك ايرلي ديفيجن برودوس ذا كوندروبلاست. شوفوا الكوندروبلاست بعدين راح تتخصص اكثر، راح تنطيني تنطي الكوندروسايت اللي هو السي. هسه شوفوا كوندروبلاست ذي سيبريتد فروم ذا وان انذر اجين باي ذير برودكشن اوف فاريوس ماتيريالز، راح تفصل واحد عن من الاخرى وتتخصص بعدين مالتيبل كوندروبلاست وذين ماتريكس جيف ايزوجينوس سيل اجريجيت. هذه الكوندروبلاست راح تتضاعف ضمن الحافظه الوحده وتنطيني ايش سميناها ايزوجينوس اجريجيت، خوش اللي هو العش، يسمونه عش الغضروفي او هيك شيء. شوف هاي كم وحده بيها، بيها خمسه، هاي بيها خمسه، هاي بيها اثنين، هاي بيها ثلاثه، هاي بيها اربعه عن طريق الانقسام. زين هذا يعني مجرد استذكار لكم او فشي يعني اللي طلع، هو طبعا مو حفظ بس يعني راح اذا تريد يعني تعتمد عليه راح هواي يخلصك مشاكل هناك بالشرح. عندنا الهايلين كارتليج الغضروفي الشفاف والمطاطي والليفي. الخصائص العامه له هوموجينوس يعني مكوناته متسقه with type 1 كولاجين and اجريكان. نوع الالياف الموجوده به type 2. هنا type 2 الاليستيك بالاضافه الى الاليستيك كارتليج، يعني عندنا نوع من الالياف تايب 2 النوع الثاني وال تايب 2 كولاجين النوع الثاني من الكولاجين وبالاضافه الى الاليستيك اللي هو المطاطي. الفايبرو كارتليج بالنوع الثاني بالكولاجين النوع الثاني بالاضافه الى شوفوا اند لارج ودنس كونكتيف، دنس كونكتيف تيشو قلنا النسيج الرابط الكثيف and with type 1 كولاجين النوع الاول من الكولاجين. ميجر سيل الخلايا الموجوده به نفس الخلايا شوفوا الاساسيه الكوندروسايت والكوندروبلاست، كوندروسايت والكوندروبلاست. شوفوا هنا عفوا الكوندروبلاست، هنا شوفوا الكوندروسايت والفايبروبلاست، يعني الخلايا المولده للالياف هنا موجوده بشكل اكثر. زين تيبيكال ارينجمنت اوف ذا كوندروسايت شو راح ترتب؟ ايزوليتد اور سمول ايزوجينوس جروب، يا اما تكون وحده بكل حافظه او تكون حافظه بها كم خليه. يوجوال ان سمول ايزوجينوس هم بها خليه نفس الحاله. بريزنت بريكوندريوم طبعا هنا موجود ما عدا الارتيكولر الغضروف اللي موجود بالمفاصل قلنا. هنا موجود الليستيك كارتليج موجود وهنا بالفايبرو كارتليج ما موجود، وقلنا منين راح يتغذى اذا ما موجود؟ هاي عليكم. main location or example يعني الاماكن شرحناها نفس ما موجود عندنا بالرسم اللي قبل شويه، والوظيفه مالته طبعا الوظيفه مالته نفس وين ما موجود هو المكان راح يؤدي وظيفته. يعني عندنا بالاسم الهايلين provide smooth low fraction surface of joint راح يخلي لنا يعني يزود المفاصل بفد سطح املس رقيق ما يصير به احتكاك، structural support of for respiratory وموجود بالقصبة الهوائية راح يزود لنا دعم للقصبة الهوائية.
وإذا تتذكرون شرحناها بالكورس الأول قلنا على شكل حرف C إنها ذني. Provide flexible shape and supporting of soft tissue راح يزود لنا الأشكال المرنة مثل الأذن قلنا عليها. بينما للفايبرو كارتليج لا provide cushioning, tensile strength and resistance to tearing and compression راح يكون مقاوم للشد والضغط. وخذنا مثال على اليمين الموجود هو ذلك وراح يكون هيك. فان شاء الله يكون هالمحاضره واضحه طلاب. اي سؤال هم اسئله ان شاء الله قدر الامكان نجاوبكم طلاب. احنا خلينا المحاضره اكثر من مقطع على مود لا تصير يعني وقتها طويل وبالتالي يكون ممل لكم. شكرا جزيلا.